شفت انا هذه؟ بس شفت الحلبوس مال هذه؟ يا عيال شنو انت لابس؟ اشوف شكلها شنو هاي محق جنري؟ يا سلام الله اكبر عليك الله يخلي ابو عمر الحمودي يخلي وثلاثين اللي تنادي ايش قاعدين؟ اقول له ما تدري ان السعوديه كلها توحد زين حق جابوه اللي معروف لكن اللي مرزين فيها اللي مرزين فيها هاي جابوه لو خلينا شاي خلينا نشوف كيف هذا؟ لسه بدري اخوك قصت بين خط بعدين شغلتنا طويلة يا شيخ ها ابو عمير خليت وحده ايش ما خدنا بالست والثمان بلقى ايه هني كانت اخير 20 ايه ب20 كانوا احنا يبيه ب70 اول شيء ايه انا حتى بسعس علي قال لي 80 من هناك ايه شايفه ايه المصنط هاي كلش شوف اكو هاي الرفيق ها بشر ما يخوف يخوف مرة صدق والله قويها لا يجب ان
عشان يمشي الاحتلال معروف يعني بالضبط. كم يعني؟ انا 21 واحد واحد يعني ما تدري. لا نجحني في قميص العمر. لا عيونك لا ذاك ما ضيق صار ضيق. لا ما عندهم كذا بي اكس لارج هذه ما عندها لارج. هاي خدته يا ابو الولد البركه ما يكتب. احنا في الرافتنج ريس على ما هذا وكان رافتنج ريس الحين والمطر حد نازل بس قلنا عشان كوفي شاي والشباب اللي يبي يتزحلق بالسلك المعلق خلي تفضل. اكل عندي الفصاح خلاص انا خلنا فيلم كامل خليته من بدايه. سويت نظر ولا سويت محمد تصور ها تصور ما ادري وين تصور شلون عندنا خابيت؟ في خابيت؟ لا اكثر راسي ما قدرت. وصلت انت؟ وصلت فوق لا زين يعني ما راح يدخل الخيط؟ لا ما راح. اي عليك. انا حقي بتصفق لك وصفق لك صفق لي للجنوب الحين برزين برزين لك كاميرا وكل شيء بطول المحرك لهم جايبينهم ليه؟ انت وقت الهرام لا انا من بدايه انسحب وصل لا هو كيف تشجع والله زين سوي تعاوني هلا شباب كيفكم؟
الو. اهلا وسهلا بثوار البحرين. اهلا بك. الشجعان. لا ما لك شجاع. فشلنا ركبنا فوق نزل. خليت الاتراك يحطوا علينا. اوكي على من السفر. يبي الاول ما يبي الثاني يوجد نية عاطلة لا ها كلام نية عاطلة فاضية اهلا وسهلا كيف لقيتوا لعبة الزبلاين خوش شيء عجيب قلنا وين؟ جبلات حبشي هاي من جبلة حبشي والسمي هذه علي من اسكان عالي واصلي من عين يا عيني ترى تحال احنا من الحجم احنا ثريين ابعد من العيام ودوا طواخ الدنيا طواخ الدنيا شرفنا فيكم حبيبي حبيبي حرقاوي ايوه حرقاوي للاسف متعصب متعصبه من فايد بسيتنا واوي ما طلعوا وايد راح بسيتين بس اهم شيء المحرق محرق يلا عصابك يعني كم قبل حبنا وياكم فريقنا اه سبينا يا يوسف هلا على موسى خلي يصير الاضاءه شوي تخف ليش قويه كنا ولا شلون الطبيعه شلون تخف اي تصير نوع الايرس مرحبا شباب انتم انتم تحت المطر نعم والخضره شوفوا يا سلام كلمه قبل لا نركب البست الحسن بعد شوف قبل لا نركب البست والله استمتعنا اليوم لحد الان الحين الساعه كم الحين الساعه 1 الظهر نروح فوق انا لا ايوه بس ان شاء الله يكون المطر شوي اقل ان شاء الله يوقف لانه يخرب ما يقدر يخرب هذه لان كل المنطقه كلها مشي انا صراحه ياكلي رساله من نائب الرئيس في جمعيه المحرق الاليه الاخ انور ابو الشوق احنا كنا ساعه نتكلم وقلنا له عندنا هاي اللي الحبل هاي فهو احنا الان يسال ما شنو الاسم الاول هكاهو يعني هاي مسج مالي يعني مو من عندي انا شوفوا يعني هو الريال يعني في الاول ما يبي الثاني يوجد نية عاطلة لا ها الكلام نية عاطلة هذا النية بالشامي اهلين فراس اهلا وسهلا كيف لقيتوا لعبة الزبلاين شو هالكلمة شو هالكلمة بصرش يا زلمة هاي بالانجليزي زبلاين بالتركي ما بصرش يا زلمة الحبل المعلق اي جبار اي جبار عطف عطف ازراحة واحدة واحدة والله مجرم هيا جلس لهم شردهم اكو واحد حواي بعد يمشي واحدة واحدة جبار فيديو يقول لي فرجة ياي كان رد يقول لي قاعد ما حد يقولني ضحك العالم عليك اكو مطر مطر جبار مطر شباب هون
عنده وقت محدد عشان فيديو جبار يبب يبب بس خلاص بما انه صار في مطر هالفتره اللي راحت مقبله واللي قبل اجى راح حيكون مي فايده فيه وهنيك طبعا منطقه شلال سكيت اورلو والمي تبعها عاملين مثل مزارع سمك يعني هلا حتى انك بس بنروح بنلاقي مربيات سمك يعني قدر الاصفار لا بس شوفهم عم يسبحوا يعني في كثير في انواع للسمك في حجم كبير وصغير كلياتها يعني بشوف المسامك كلياتها هاي نظارة جديدة على بعض الناس لابسينها طبعا هذه النظارة الان كانوا ماخذينها ايوه وهذه يعني الاشكال اللي اخبركم فيها تعرفون الريال هذه يعني ما تطيح على عينه يعني حتى موضوع النظارة بتدخل رفيجنا اللي في البحرين والله في كل شيء وحتى الشنوري شنو الكستانة هذه ابو فاروة يا الفاروة هذه بعد حشي غير تسلم يعطيك العافية أهلا وسهلا وفي نهاية هذا اللقاء ناكل الكستنة الكستنة والكاميرا تتجه إلى هاي مسكين قاعد يترجع شباب دولة أصورها وذن باختور غادي روزان كاش تاني أصور كاش تاني بيش هذا ماشي لا 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 بيش تمام هاي من زمن زمن ديجانوس ابي مرحبا اهلا وسهلا فيكم محل هاي محل بغلاوه تركيش كوفي عبد الناصر ما يبي شيء علي موسى ما يبي شيء حافظ احمد ابو محمد حريف بغلاوه والله اعلم منكم عجيبة بس البغلاوة يعني عجيبة بس خاصة تركية وفريش نفس المكان البغلاوة لعبة زين ايه لا شوي ولا لكن لا يلا ناخذ على البلاستيك زين 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 هذي شو هذه هاي بابي هاي عبود هاي بابي هاي بابي